السلام عليكم. أنور دفع الله، أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله من تيد أكتف بالم سبرينج كاليفورنيا. ده تيد أكتف 2012. إحنا قاعدين هنا زي تقريبا زي 600 نفر بنحضر في سيميول كاست بتاع لونج بيتش. نفس الوقت عندنا لايف سبيكرز هنا ده في السيشن بتاع تيد يو. عندنا بروجكت طالعة من تيد أكتف السنة اللي فاتت. الناس الموجودين في المؤتمر اشتغلوا في عدة أطر أساس إنه يطوروا حاجات تنفع المجتمع. كان في بروجكت عن تغير المناخ، كان في بروجكت عن البيئة، كان في بروجكت وإلى آخره. إحنا عقدنا ورشة عمل حول مشروع الترجمة المفتوح في تيد. مشروع الترجمة المفتوح بدأ في سنة 2009 في بدايته في النص، لكن بقى كبير، بقى حاجة كبيرة جدا. الآن في 8000 مترجم متطوع لمحادثات تيد، بيترجموا لقريبة 90 لغة في العالم مختلفة. منهم 20 مترجم كانوا موجودين هنا، عملنا ورشة العمل وكانت حاجة ممتازة جدا. كذلك كان في المشروع بتاع تيدكس اللي هو المؤتمرات المحلية تيد لايك إيفنت، فيها أكثر من 3000 إيفنت حصلت حول العالم، 3000 حدث. في قريبا 2000 شخص عنده رخصة عشان يعمل مؤتمر تيدكس. من ضمنهم كان في قريبا 360 شخص موجودين هنا في تيد أكتيف في لونج بيتش. الناس دي برضو قاعدوا عملوا ووركشوب عشان يعرفوا كيف يمشوا في اتجاه في المستقبل. صراحة نوع من الإثارة والمدعة والمعلومات والصخب يعني بيخلي الراس شبعان من ناحية بتاعت يعني ثقافة وفكر وتكنولوجيا وديزاين وكله. صراحة الواحد جد نفسه إنه كل الناس الأصدقاء والأهل يكونوا موجودين هنا ده في بالم سبرينج عشان يستمتعوا بالقوة بتاعت الأفكار وتحقيق الانتشار وقدرتها على تغيير العالم. شكرا جزيلا.